عندك شوفوز، عندك كانابي، عندك لو ديفون، عندك بون، عندك تابوري، عندك بوف. هادو سو سون دي برودوي لي هما بلو بروش في الفونكسيون ديال الشاز. تا هما كندرسهم ونشوف لا فورم ديالهم ونشوف التركيبه ديالهم ونشوف حوايج اخرين، حوايج اخرين هما جايين وغادي ندرسهم وغادي تفهم شنو 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 هو القصد من هذا الشيء. فوالا، هذا من ناحيه ديال الدسان ديال البروجي ديالي، خصو يكون في هذا النطاق اللي هضرت لكم عليه. ودابا غادي نجيو نحلوا هاد ليطاب، سات ايتاب دو ترافاي سيفيكتو جينيرالمون سولون لا ديمارش سويفونت. لا، هاد ليطاب دو ترافاي غادي تمشي بواحد لا ديمارش سويفونت اللي غادي نهضروا عليها. بروميييرمون عندنا ايتود دو لاسبي فورمال دي كومبوزون، دراسه ديال المظهر ديال داك الشكل ديال داك البرودوي و لي كومبوزون ديالو، العناصر ديالو. اول حاجه عندنا لا فورم، لا فورم هي الاولى، لا فورم هي اللي كتسطي لو ديزاينر بصفه عامه وهي اللي كتخليه يتميز. انا غادي نكون كنهضر وغادي نحط لكم لي زيكزامبل هنا صافي باش تزيدوا تفهموا اكثر. لا فورم، لا فورم خصني نعرف منين نجيبها، ماشي كنجيبها غير بارازار. لا، لانسبيراسيون كيما هضرت لكم دابا عاد، لانسبيراسيون منين جات، ولانسبيراسيون كتعطى في الامتحان. حضروا راسكم ليبر والرسميين ديروها وخذوها باعتبار. لافا ما كتجيش من السماء، لافا ما كنشربوش عليها كومبريم، لافا كتجي بدراسه. لانسبيراسيون ما كتجيش غير هكاك. لو رول فونكسيونيل دو لا كولور، راه حتى الكولور عنده لو رول فونكسيونيل. وليكزومبل بسيط ديما كنعطي به اكزومبل في لي كولور، علاش في لي زوبيتو كنلقاو الاطباء كيلبسوا لو فيغ اولا لو بلو؟ علاش عنده واحد الفونكسيون؟ علاش ما يمكنش اختاروا داك الكولور من غير لي كول؟ علاش في لي زوبيتو ما يلبسوش الطابلي ديالهم نوار ولا مارون؟ علاش؟ الوغ كل حاجه كما كنعطي مثال بلو روج، لو روج عنده جوج ديال السينيفيكاسيون كونتراديكتوار، مضاده. علاش؟ لو روج عنده سينيفيكاسيون دلامور، حب، اي اون ميم طون عنده سينيفيكاسيون ديال لا مور. خصني الاختيار، لو شوا، لو شوا ديالي شنو نختار في الكولور اللي يقدر يكون اديكوا مع ليتيليزاتور في داك البرودوي اولا في داك لو سيرفيس ديال البرودوي. علاش؟ حيت لا بسيكولوجي ديال الانسان هي اللي كتلعب عليها من ناحيه ديال الكولور. الا هضرنا مثلا على لورانج اولا لورانجي، راه واحد الكولور اللي هو ديال لاكسيون. الا هضرنا مثلا على لو نوار براسو، واحد غادي يقدر يقول لي لو نوار اللي هو ما عرفت، يقدر يقول لك الخوف، يقدر يمثلو مثلا بالموت، حيت كاينين دول اللي عندهم لو نوار كيمثل الحداد، وكاين دول اخرين شعوب اخرى الحداد عندهم كيتمثل بلو بلون اللي هو الكولور ديال السلام. يعني هنا كاين واحد التضاد، ولكن في لي برودوي اولا في لي زوتر سيرفيس يقدر يكون كيمثل واحد الحاجه دو لوكس، واحد الحاجه اللي هي شيك. لو نوار، لاحظ كيفاش تبدلت سينيفيكاسيون ديال الكولور من ايطا لايطا، من واحد الوضعيه لواحد الوضعيه اخرى. داكشي علاش كنقول لك لي كولور عندهم لو رول فونكسيونيل بسيشيك. علاش؟ حيت كاينه سينيفيكاسيون ديال شاك كولور على حساب السيتوياسيون اللي كتخدم بها. غرافيزم اي ديكوراسيون، اللي معروف في الغرافيزم نورمالمون ديفينيسيون ديالو هو ملي كنديرو واحد الديكوراسيون ديال واحد البرودوي، كما كنقولوا كنزوقوه كنديكوريو، هذاك الغرافيزم. دابا هذاك هو الغرافيزم كيتحسب سواء في البرودوي سواء في لاسباس. دابا حنا نهضروا على البرودوي، الديكوراسيون ديال البرودوي. دي فوا كتلقى مثلا دي موتيف، دي موتيف هنايا هذاك راه غرافيزم، ولكن هذوك لي موتيف شنو هو الاصل ديالهم؟ ما يمكنش يكونوا نازلين من السما، امبوسيبل عندهم. علاش؟ ونعطيك اكزومبل وسير قلب عليه وغادي تعرف علاش كنهضر لك. ليكزومبل ديال ديزاينر كريم رشيد، لا سورس دانسبيراسيون ديالو الهيروغليف اللي هي الكتابه الفرعونيه. هذوك لي فورم ديال الكتابه الفرعونيه هي لا سورس دانسبيراسيون ديالو ديال تقريبا بريسك تو لي برودوي اللي بدع فيهم. وحتى لو غرافيزم ديال لي طابلو ديالو
كيجيب من تما هذيك هي لا سورس دانسبيراسيون ديالو، بحكم انه الاصل ديالو من مصر، واخا هو كيتعتبر الناسيوناليتي ديالو جو كخوا بريتانيك كنظن، ولكن ما نساش الاصل ديالو، الاصل ديالو كيخدم. وانا كنهضر على سكي بروفيسيونيل، اما دابا كنعطيكم اكزومبل ديال كيفاش كيخدموا البروفيسيونيل، سي لا ميم شوز كيفاش غتخدم انت في الامتحان، حيت غادي يعطيك واحد لا سورس دانسبيراسيون باش يشوفك كيفاش غتتحرك فيها. لو كونديسيونمون اي لا بريزونطاسيون جينيرال، كونديسيونمون هي التعبئه ديال داك البرودوي، هادي كنفكروا فيها. لانتيليجيبيليتي اي لاسبي مالا، لانتيليجيبيليتي هي الوضوح في الخدمه، ما يكونش عندك واحد اللبس ولا واحد الشك ديال انه هذا مثلا شنو بغى يقصد بهاد لا فورم، اولا شي واحد كتلقاه مثلا باغي يخدم دي فورم اسلاميك و او ميم طون دخل دي فورم لا علاقه مع الموضوع اسلاميك، يعني هنايا كاين واحد تشويش في الافكار عند المتبرع. خص يكون الوضوح. وكاين ليكزامبل ديال لاسبي مالان، لاسبي مالان فين كتجلى، هذا ليكزامبل ديما كنعطيه هو ملي كنبغي نخدم على الفونكسيون بليزيور فونكسيون مثلا اكزامبل، هذا ديما حاضر عندي هو باش كيفهموا عند الدراري لاسبي مالا، هو ملي كنشوف مثلا ديزاين ديال واحد الكانابي اللي كنشوفو انا كانابي بوغ ساسوار ياك ولا بوغ سو ديتوند ولا ريلاكسي حتى هو نقدر نجبد فيه، ولكن فيه واحد الحاجه اللي هي تخي مالا، خطره وحده تقدر تبدل ويرجع لي، يرجع ناموسيه، كانابي كيتحول ويرجع ناموسيه. هاد النوع ديال الديزاين كيتسمى ديزاين كونفرتيبل، كونفرتيبل سافو دير ترانسفورمابل، تحولي، وراه يقدر يعطيك هاد الكلمة في الامتحان. حضي راسك، كنقول لك حضي راسك، هي راجع وكون يقظ، نعرف شنو هو الديزاين كونفرتيبل، نعرف شنو هو الديزاين مودولابل، نعرف شنو هو الديزاين جو سي با كوا. انا دابا جاوني الدماغ غير هادو صافي. دوزيامو بروميرمو قلنا ايتود دو لاسبي فورمال اي دي كومبوزون، دوزيامو عندنا ايتود دو لا ستركتور كونستركتيف اي لي بروسيدي ميز اون اوفر، ليتود ديال الهيكل باش نكون داك البرودوي. اول حاجه ملي كنقولوا الهيكل باش نكون داك البرودوي، اول حاجه شنو كنشوف، شنو كنلاحظ، نومبر ديليمون، نومبر ديليمون، هذاك البرودوي كنتخيلو كنحلو، نحل لي زيليمون ديالو ونشوف مناش مكون. بحال مثلا نعطيكم اكزومبل دابا قدامكم، ها هو مثلا هاد الكرسي، هاد الكرسي تري كوني ديال لو ديزاينر الالماني جيرتشيتش كونستانتين، لاحظ كي داير، شو لي فورم كيفاش دايرين، شوف دابا هذا النومبر ديليمون ديالو شحال، جوج، عندنا ليليمون ديال بيتمون، ها هما تشوف بيتمون، وعندنا ليليمون اللي فيه لاسيز ولو دوسي، ها هو لاسيز ولو دوسي، هذا كله كيتعتبر ايليمون، علاش؟ حيت مخدوم بلا تكنيك ديال المولاج، واللي بغى يزيد يبحث على هذا غادي يشوف الصناعه ديالو كيفاش مصنوعه. هذا بلا تكنيك ديال المولاج، هذا فورم وحده تخدم، ما فيش السدور، ماشي بالطريقه ديال السوداج. الوغ اليمون واحد كيتعتبر واليمون الزاوج هو بيتمون صافي. هنا دو زاليمون، هذا اكزومبل، ها واحد ليكزومبل اخر، هذا كتشوفوا، ها إلا جينا نحكو مزيان شحال باش نكون، كومبيان ديليمون هنايا، عندنا 1 2 3، إلا جينا نفكوه في لاندوستري في الصناعة غنلقاو 3، عندنا هذا اللي مكون من إليمون واحد اللي فيه لو دوسيي ولاسيز، وعندنا هذا اللي شاد البيتمون وشاد لاسيز، يعني 3 إليمون صافي. هذا هو من ناحيه ديال النومبر دي زيليمون، غير باش تعرف شنو كيقصدوا بها. عندنا المود داسومبلاج، شنو كيقصدوا بها، وهادشي كله ماشي غير باش تفهموه، الا راه كيتطلب، كيتطلب وكيتخدم اون ديسان، غير باش نكونوا واضحين. وانا ديما كنقول لك راني غادي نوضح لك هنا، ملي كنكون كنهضر غنوضح لك هنايا هاد لي زيكزومبل اللي كنهضر عليهم. مود داسومبلاج، لو مود داسومبلاج هو باش مجموع في لاندوستري، باش مجموع، واش بلي زيكرو، واش بلي فيس، واش بالسوداج، واش واش واش،
مثلا لي تكنيك ديال المود داسومبلاج في لو بوا، اللي هي بليزيور تكنيك. ولا بغيتو نديرو فيديو خاص لو مود داسومبلاج نديرو، انا غنسمع غير لي كومونتير شنو فيهم وانا معاك صافي. ودايور هاد المود داسومبلاج ملي كتخدم لو مود داسومبلاج وكتفكر فيه اوتوماتيكمون راك كتفكر في لاندستري كيفاش غيتصنع. راه ما كاينش اللي غادي يفكر كيفاش يتصنع من غيرك، انت هو الديزاينر وانت هو المؤسس ديال الفكره وانت هو كلش. يعني ما تتسناش شي واحد يجي يخدم في بلاصتك. لو مود داسومبلاج خصك تضرب له حساب لو رول فونكسيونيل دي زليمون كومبوزون، الدور الوظيفي ديال العناصر باش نكون برودوي. ليكزامبل ديال الكرسي البيتمون علاش، لو رول فونكسيونيل ديالو علاش، باش يشد ثقل. لاسيز جلسه علاش، لو رول فونكسيونيل ديال هاد ليليمون علاش، باش يجلس. انا كنعطيك هاد ليكزامبل بسيط اللي غتطبقو نتا في لي زوتر برودوي. لو دوسي هاد ليليمون ديال لو دوسي، لو رول فونكسيونيل الدور ديالو الوظيفي علاش، باش يتكا ياخذ راحته. فوالا هذا هو القصد من لو رول فونكسيونيل دي زاليمون. لو مود فونكسيونمون، المود فونكسيونمون كنقصدو بها لا مانيير دو فونكسيوني. هنا هاد لا مانيير دو فونكسيوني هادي كتعطى اكري هاكا وانت غتطبقها بالديسان في ليكزامان، اللي كتسمى لو مود دوزاج، الوضعيه ديال الاستعمال ديال داك البرودوي. ونعطيك اكزومبل، كانابي كونفيرتيبل كيرجع ناموسيه، هذاك الكانابي كيفاش كيرجع ناموسيه؟ لو مود دوزاج، الوضعيه ديال الاستعمال. وريني كيفاش بالديسان بلي زيتاب كتحل مثلا ولا كتدفع بوسي واحد لا بياس وكتخرج ليطاب الاولى، من موراها كتقلب ليطاب الزوجه، من موراها ليطاب الثالثه حتى كيتحط في الارض. ليكزامبل ديال بيرو كونفيرتيب مع لي، الا راكو كتشوفوهم في دي فيديو في السوشيال ميديا كتلقى مثلا كيرفع الناموسيه الفوق كيحطها كيجيبها مع لو مور نيشان وكتحط له واحد لا طابل هنايا عليها كيخدم. ملي كيسالي كيجبد لي ديالو ديك لا طابل ترانسفورمابل كتخبع لتحت وتحط، وكنستعمل لي ديالي مثلا في الوقيته ديال النعاس. هاد الحركه هادي وريها لي بالديسان كيفاش كترانسفورما، كيفاش هي كونفيرتيب. هذا هو لو مود دوزاج صافي. لو مود دوزاج راه كيتطلب في لي زيكزامان. عندنا لاسبي كيت دو لوبجي، لاسبي كيت دو لوبجي. نوطي ركز، ما عندك مناش تخاف، ما فهمتيش عاود الفيديو، ما فهمتيش سول ونجاوب، ما عندك مناش تخاف. هادشي انا عارفه ما غتلقيه حتى في شي بلاصه كيشرحوا لك شي واحد. هنا فانا كنهضر على هاد المنصه ديال يوتيوب، ما غتلقى حتى واحد، غتلقى باذن الله انا هنايا كنشرح لك، ما عندك مناش تخاف صافي. لاسبي كيت هو ملي كنشوفوا البرودوي كيتباع بياس ديتاشي، راه معروف هادي في لي برودوي. مثلا شريتي واحد لا طابل محلوله بياس ديتاشي وعندك واحد الكاتالوج وكيوريك كيفاش تلصقها باش تستخدمها. هاد الطريقه هادي هي لاسبي كيت، وهاد لاسبي كيت راه غتحطلك تحطلك في الامتحان، ما عندك منها هروب انت وزهرك، ولكن راه كاينه في البروغرام. يقدر يقول لك دير لي واحد البرودوي بالطريقه ديال لاسبي كيت. لاسبي كيت باش نشرحوها اكزاكتومون، انصومبل دو بيس دان اوبجي ا اسومبلي، انصومبل دو بيس دان اوبجي ا اسومبلي. وكنظن الفكره راها واضحه، راكو فهمتوا شنو كنقصدوا، راكو ديجا تحطوا في هذا النوع ديال لي برودوي. هادي دوزيامون شفنا هادشي في دوزيامون. ثروزيامون عندنا ايتود دي ماتيريو يوتيليزي، étude des matériaux utilisés qualitativement et quantitative. يعني كنشوفو la qualité ou كنشوفو quantité. عندنا la qualité الجودة، la quantité الكمية. هادو كندرسوهم وكنشوفو في البرودوي ديالنا شحال الكاليتي شنو هي اللي غنختارو ولا كونتيتي اللي غنحتاجو. عندنا خصنا ضروري نعرفو لي زوريجين ديال لي ماتيريو اللي هما فيهم بزاف. عندنا لوريجين مثلا فيجيتال، عندنا لوريجين مينيرال، عندنا لوريجين سينتيتيك تراديسيونيل مودرن اكسيتيرا. ملي يكون كان انت لي ليبر او لا انت اللي رسمي، ملي كنكون كنشرح هذا الشيء راه خصك تكمل بالبحث ديالك. انا ملي ذكرت لك لي زيكزامبل ديال لي ماتيريو باش نصنعو اندستريال، سوا في ليسباس ديزاين دونفيرونمون سوا في البرودوي،
خصني نمشي نبحث ونعرف كل ماتيريو خصوصيات ديالو وفين يقدر ينفعني لي كاركتيرستيك ديالو صافي. قلنا فيجيتال عندها علاقه مع الطبيعه، ملي كنقولوا شي حاجه عندها علاقه مع الطبيعه من شنو كيجيني لمخي؟ خشب، حاجه هي الاولى الخشب، والخشب ديما نديرو في بالي هو الاول نقدر نخدم به، حيت فريمون الخشب كيدي واحد الواجب ديالو كبير في هذا الديزاين دو برودوي. نعرف المجموعه ديالو، كاين الخشب اللي هو دو لوكس اللي هو دورابل في البرودوي ديالو، وكاين الخشب اللي هو موان في لا كاليتي، يعني كل حاجه على حساب لا دوموند اللي كاينه عندي.